كريم، نيدفيد كريم، برحب بيك. اهلا بيك يا ابن سيد، يا حضرتك برحب بك في البلد. طبعا ايه يا كريم، انت مسألت انا جيت ولا ايه؟ كنت اعرف ان انت هتخش ما كنتش اتكلمت. كريم، قبل ما اسالك في اي حاجه، اكيد انا عارف الكابتن بدر رجب وصاحب فضل للامانه على مواهب كتير جدا جدا، وهو من شويه كان بيتكلم على موهبتك واللي هو بيثق في امكانياتك في ظل الضغوط اللي احيانا وانت كلاعب في النادي الاهلي تتعرض لها. وفي الاول عايزين كلنا، مش انا لوحدي، اللي نشكر كابتن بدر ان هو كان ليه دور ان هو طلع كل اللعيبه دي من الناشئين. هو واحد معانا كلنا، هو زي ما بنقول هو اللي علمنا الكوره، يعني هو اللي علمنا ازاي نباص، ازاي نتحرك، هو اللي علمنا كل حاجه، هو اللي واقف جنبنا واحنا صغيرين. طبعا عايزين نشكره ان هو واقف جنبنا في كل الحاجات دي، وهو اللي شافنا كلنا، هو اللي جابنا النادي الاهلي وفضل ورا كل واحد ويطمن عليه ان هو يجيبه. وكل اللعيبه اللي هو جابها كلها في الدرجه الاولى، يعني كلها لعبت، حتى لو ما لعبتش بسبب استمرارها في النادي الاهلي شاركت في النادي الاهلي وبتلعب كلها دلوقتي بره في الانديه كلها الدوري، وكل اللعيبه اللي هو مختارها كلها، يعني حتى لو سيبها بترجع النادي تاني دلوقتي. بس احنا عايزين نشكره، دي اول حاجه. شكرا حبيبي، مشكور. طيب كريم، خليني اتناقش معاك. انا في حاجه معترض انت قلتها هقولها لك بعد شويه، بس خليني اتكلم. انت طلعت اعاره وسنك صغير، تألقت بشكل كبير جدا في حرس الحدود، حتى من اهم مبارياتك كان قدام نادي الزمالك، اتذكر كانت مباراه ولا اروع ليك، ال 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 الكل ابتدى يركز معاك ويشوفك. بعد كده انتقلت لوادي دجله، كمان عملت مستويات طيبه جدا، جيت النادي الاهلي ممكن ما شاركتش في مباريات كتير، لكن النادي الاهلي ما كانش بيكسب وادي دجله، كان ليك هدف مؤثر جدا في وادي دجله، هدف اكثر من رائع. لما نتكلم قبل المباراه دي كمان على التشكيل، الكل كان مش حاطك في التشكيل، الكابتن حسام فاجئنا لكريم نيدفيد في التشكيل وجبت هدف النادي الاهلي فاز بيه. من بعد كده بتاخد بعض المباريات، انا عارف اللي فيه نقد، خليني الاهم بالنسبه لي، المدير الفني المحترم الكابتن حسام البدري بيتكلم معاك بيقول لك ايه؟ بص يا كابتن شادي، انت اكيد عارف ان المدير الفني طبعا كابتن حسام هو بيتكلم معانا على طول، بتبقى طلبات يعني واجبات هو بيطلبها مننا، اهم حاجه ان احنا بننفذها. تمام، طبعا اكيد الدور بتاع اللي هو بيطلبه انا بنزل انفذه بالظبط. ساعات بيبقى معيش توفيق، مش معايا، مش كويس، اه ده وارد في الكوره طبعا، لكن اهم حاجه اللي هو الواجبات اللي هو بيطلبها مني بنزل انفذها كلها، وده طبعا اللي بيخليه يلاعبني او بيخليني اشارك، حتى سواء بشارك في مكاني او مش في مكاني، كل ده بيخليني هو يعني هو عنده ثقه فيا ان انا هقدر ادي الدور اللي بيطلبه مني في اوقات ما بتبقاش كويسه، ممكن يعني الناس شايفاها مش كويسه او انا شايف ان الوقت مش كويس، لا، لكن انا في اي وقت انا بادي بعمل اللي عليا، في اي وقت بيطلبوا مني جهاز فني في ايا كان الوقت، في مكاني مش مكاني، انا بنزل موت نفسي عشان النادي الاهلي وعشان في النادي الاهلي طبعا. فاحنا اولاد النادي، اولاد النادي بينزلوا يمدوا نفسهم في اي وقت في ايا كان فين المكان، ما بتفرقش معاهم، ننزل نعمل اللي علينا، وده اللي بيطلبوا منه مدير فني. انا بيطلبوا مني مدير فني انزل انفذه سواء بقى عاجب الجمهور او مش عاجب الجمهور، دي حته تحت انا بحكي مدير فني، انا بحاول انفذ طلبات اللعيبه بنفذ، دي اهم حاجه بالنسبه لي. هو بيطلع بعد كل ماتش يقول لي هي نفذت اللي انت عايزه مني، واكيد لو انا ما بنفذوش اكيد مش هيلاعبني، يعني مش كل ماتش هيصر عليا ان هو يلاعبني وانا ما بنفذش. طيب كريم، خليني اقول لك، انت اتكلمت كلام محترم، اللي انت فيه مسؤوليه الجماهير دي نقطه مهمه جدا، لان اي لاعب بدون مسانده جماهيريه مش هيقدر يدي، يبقى عليه ضغوط. اولا انا مش هتعامل، مفيش حاجه اسمها لعيب بيلعب في الفريق الاول فسنه صغير، اللعيب الصغير ده يفرض نفسه على الجميع ويقاتل عشان يبقى ليه مكان اساسي، والمفروض اتربيت كده جوه النادي الاهلي كابن من ابناء النادي الاهلي. اه ولا لا؟ بتزعل من نقد لما بتحس ان في نقد عليك كبير جدا وبتشوفه، بتزعل منه؟ بص يا كابتن ما بزعلش، بس في نقد يا كابتن بيخليني ابقى كويس، بعمل حاجه غلط فبقدر اقوم فيها، لكن النقد اللي عليا دلوقتي هو نقد اصلا يعني ملوش اساس من الصحه خالص، يعني مفيش حاجه منه بتبقى موجوده. طب خليني بص كريم، خلاص انا كده فهمت انت عايز تقول ايه، والساده الجماهير المحترمين فهموا انت عايز تقول ايه. انا قلت لك جمله مهمه جدا جدا من شويه، لاعب بيلعب داخل النادي الاهلي بدون دعم جماهيري بيخسر جمهوره وبيخسر كتير جدا، وخلينا متفقين على ده. طبعا. انت قناه النادي الاهلي ومعانا الاب الروحي ليك المفروض الكابتن بدر رجب، وداخل جوه بيتك، بتتكلم جوه بيتك اللي هو بيت كل الاهلاويه، كل الجمهور اللي مش عضو جماعه عموميه، هو دي قناته وده مكانه، وانت جوه بيتك كلاعب جوه النادي الاهلي، اطلب من جماهير النادي الاهلي انت عايز منهم ايه، واتكلم معاهم. انت احنا عارفين ان احنا بنحترم ان النادي الاهلي بيفتح الـ الامور في الاعلام في اوقات معينه، فدلوقتي مسموح ان انتوا تتكلموا.
عايز ايه من جمهور؟ اطلب من النادي الاهلي، عايز تقول ايه للجماهير؟ انا بطلب من جمهور النادي، عرفت ان هم واقفين في ظهرنا مش انا بس، يعني الفرقه كلها، في اي لعيب بيبقى موجود في الفرقه بيبقى محتاج دعمهم، سواء هو في فتره كويسه او في فتره مش كويسه، هو بيحتاج دعم الجمهور، ان احنا من غيرهم مش هنعرف نعمل حاجه، ان احنا بنتعب ونموت نفسنا عشانهم، عشان نفرحهم هم. بيجي وقت يبقى اللعيب مثلا مش موفق، اللعيب مش كويس، كل ده وارد في الكوره طبعا، لكن احنا بنحتاجهم في الاوقات دي اكتر، يعني بنحتاجه هو اللعيب مش موفق وهو مش كويس عشان يبدا يرجع تاني للمستوى اللي هو كويس فيه. ويبقوا عارفين ان احنا ما فيش لعيب يبقى نازل الملعب بيبقى مقصر او هيبقى او عايز يبقى مش كويس. كل ده بنعمل كل ده عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جمهوره. هم لازم عارفين حته زي كده، ان احنا بنطلب منهم على طول في اي وقت، سواء كسبانين او خسرانين او بطوله راحت او بطوله جت، يبقوا في ظهرنا عشان احنا من غيرهم مش هنعمل حاجه. ان هم اللي بيدونا الدافع على طول ان احنا نلعب. بيدونا الدافع ان احنا نبقى كويسين على طول. وهم دي هم اللي بنخلينا نكسب ماتش ونكسب بطوله ونقفلها ثاني يوم، عشان عارفين ان جون النادي الاهلي ما بيرضاش باي حاجه. لازم نبقى كويسين على طول، لازم نكسب. احنا اهم حاجه منهم الدعم، الدعم يا كابتن في الوقت كمان اللي هو احنا مش كويسين فيه. مش الوقت اللي احنا كويسين فيه، احنا بنحتاجهم اكتر في الوقت اللي احنا مش كويسين. يبقوا في ظهرنا على طول عشان يدونا الدافع ان احنا نبقى احسن او نرجع احسن عشانهم. بس ده اللي بنحتاجه على طول، اي لعيب بيبقى محتاج من جمهوره كده. ده كلام محترم وهو ده اللي احنا اتربينا عليه، برافو عليك. خد السلبيات اللي تتقال لك حولها لقتال او صراع مع نفسك انت يا كريم، وده نصيحتي ليك. انت، وخليني اصارح الساده المشاهدين بصراحه، وكويس اللي انت اتكلمت في توقيت مهم. في يوم من الايام لما كنا بنتدرب احيانا في مدينه نصر، لما بيبقى في بعض المشاكل في الملعب او في صيانه، كنا بنروح نتفرج، كنا بنسمع اسماء انت كنت منهم. كنا بنسمع رمضان صبحي، كنا بنسمع تريزيجيه، كنا بنسمع نيدفيد، كنا بنسمع كريم نيدفيد، كريم نيدفيد، كريم بامبو اللي راح في سموحه اعاره، ناصر ماهر، ناصر ماهر، كنا بنسمع. فانت واعد من وانت صغير، يعني المفروض متربي على البطوله، متربي على ازاي اللي حول السلبيه لنقد. لما بص يا كريم، انا اسف بس اسمعني اسمعني اسمعني، دي نقطه وهسيبك تتكلم. انا 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 مبسوط اللي انت معانا النهارده، لان على الهوا ما عندناش حاجه نقولها بره الهوا عشان الناس تبقى عارفه شخصيتك كمان. اول حاجه لما يبقى فيه نقد كبير جدا، لعبت 10 دقائق، لعبت 5 دقائق، لعبت دقيقه، تنزل سبرنت في مكانك، الواجبات الدفاعيه اللي الكابتن حسام بيقولها لك اعملها، الميز باص اقلل منه، اقاتل جوه الملعب، هتلاقي المسانده والدعم من ده. فانت لازم تبقى مركز وتمسك في الفرصه، ودي نصيحتي ليك. اتفضل، عايز تقول ايه؟ انت عارف يا كابتن ان احنا في النادي عندنا احنا متربيين على ان احنا نموت نفسنا، سواء في اي حاجه، في اي حاجه بنلعبها، حتى لو ماتش ودي. وانا بتكلم يا كابتن ان انا الكلام حضرتك كله محترم وكل حاجه، بس اللي احنا بنقوله ان احنا ممكن في وقت ممكن لعيب مش موفق، بس هو الجمهور يا كابتن ساعات ما بيبقاش حاسس باللي احنا فيه، او مش شايف كل حاجه احنا بنبقى فيها. فلما بيجي في وقت يا كابتن هم مش حاسين بينا ويجوا علينا فيها، فاحنا بنتكلم في الوقت ده احنا محتاجين دعمهم. ده الدعم منهم هنا، او يبقوا حاسين بينا في وقت. بس ده اللي انا عايز اوصله للجمهور بس يا كابتن شرف. وعايز اوصل حاجه ثانيه يا كابتن، ان هم جم يعني انا قلت تصريح من يومين، هم فهموا تصريحي غلط. اللي هو كان اللي انا قلته، في ناس من الجمهور محترمه وكل حاجه، ما قصدتش الناس كلها من الجمهور ان هم عيال صغيره، لا، في عيال صغيره كتير جدا يا كابتن مش عارفين حاجه. يقعدوا على الفيسبوك على الانستجرام على اي حاجه بيقولوا اي كلام. غمض عينك وركز في ملعبك، فركز في تيشيرت النادي الاهلي اللي انت لابسه. السوشيال ميديا ولا بتلاعب ولا بتقعد ولا بتمشي، لكن علينا اللي نحترم كل الاراء. حتى اقول لك على حاجه، طب انا 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 برضه هرجع اقول لك جمله مهمه. هو احنا كبرنامج مش بيطلع واحد سنه صغير زي ما انت بتقول ويطلع يقول انا مش عاجبني الاداء مش عارف ايه ويقعد يقول كده؟ لو انا سمعت النقد ده مش هاجي الحلقه اللي بعدها، ما لو انا لكن ابني السلبيه اللي بيقولها اروح عامل له ايه؟ انا بقول لك على مستوى شغلي ومش هتكسف اللي انا اقول لك كده، اروح مكرم له نجم قديم، اروح اهتم بفرقه الكوره، اجيب له انفراد، تدافع عن ناديك في الحق وتشتغل شغلك باحترام، هتجبره حتى لو هو سنه صغير يقول لك شابوه انا كنت غلطان. فانت دورك في الملعب اللي انا بقوله لك، اتمرن كويس، اقاتل، ما ابصش لنقد، احول النقد اللي بيضايقني لطاقه جوه الملعب، وهو ده اللي انا عايز اقوله لك يا كريم. تمام. انا عايز اقول ربنا الكابتن بدر عايز يقول لك حاجه. اتفضل يا كابتن. انا 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 فرحان جدا باللي بيقوله كريم. وقد ايه الولد ده عنده وعي،
يعني لما يبقى لعيب في السن ده مش ما لعبش كتير ولسه نجوميته ان شاء الله في الطريق زي ما قلت لك، وما زلت مصر على كلامي وبفتكر كلامي ده يا كابتن شادي، والناس اللي بتنتقد وتقعد تقول لك عشان مربيه ولا عشان ابنه، لا لا لا، كريم مش هيلعب في مصر كتير وما زلت مصر وبقول الكلام ده، وانا ما اعرفش مين اللي هيجي له، بس انا بقول لك كريم ستايل اوروبي، وجماهير النادي الاهلي اللي انا بحبها وبعشقها وعارفها كويس قوي وتربيت على ايدها من زمان وانا صغير زي وليد زي كريم كده، تعال اللي انا بقوله وتفهم اللي انا بقوله. اما يبقى ولد في السن ده بيتكلم كده وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف يعني ايه التزام بالواجبات حتى لو على حساب مستواه الفني، يبقى الناس دي لازم تقف جنبه، هو دور جماهير النادي الاهلي يا كابتن شادي انها تقف جنبنا مظبوط، لان الولد ده ان شاء الله هيفيد النادي الاهلي في المستقبل اذا استمر. كريم هقول لك جمله اخيره وثق في الكلام اللي انا بقوله لك بخبره سنين طويله، والله لو جمهور النادي الاهلي بكره في مختار التتش وسمع كلامك النهارده لا هيناديك اول واحد في التدريبات لو الجماهير بيدخل ان شاء الله. والله انا عارف دي حقيقه فعلا يا كابتن شادي، انا عارف يا كابتن والله، احنا من نادي الجمهور ده احنا بنلعب عشانهم اصلا وبنعمل كل حاجه عشانهم عشان نفرحهم، وانا الفتره الجايه بقى الجمهور هيشوفوا حاجه تاني ان شاء الله، يعني هم لو كانوا متوقعين حاجه الله. انا لسه ما عملتش حاجه للنادي الاهلي ولسه هعمل، وانا ابن من ابناء النادي الاهلي وانا تحت امر النادي في اي حاجه وتحت امر الجمهور في اي حاجه. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على المكالمه المحترمه دي، ربنا يوفقك، دايما بنثق في كل اللعيبه اللي موجوده، انت لاعب واحد هنساندك وندعمك، وكمان اما تاخد فرصه لازم تمسك فيها بايديك واسنانك وتستغل الفرصه طبعا، لان النادي الاهلي اللعب فيه مش بالسهل وحاجه كبيره جدا وانت بتحقق بطولات وانجازات طبعا يا كابتن.